قطاطا ايوه. هو انت عندك كام سنه؟ انت تديني كام سنه؟ لا مش عارفه، قول انت. والله يا بنتي اذا كان على السن فما حدش يقدر يعرفه. يعني عندك مثلا انا احسب لك الايام السوداء، الايام السوداء كتير 7000 سنه، يعني تقدري تقولي انا الحضاره، انا التاريخ. انما ما اذا كان على الايام الحلوه فعددها مقلوله. يعني انا بنت امبارح. برضه انا ما فهمتش حاجه، عايز اعرف بالرقم عندك كام سنه؟ بالرقم؟ هم اخر واحد يعرف الحكايه دي الحميد بتاع ابونا الله يرحمه. كان قايل لي اخر مره الله يرحمه ان انا عندي 63 سنه. الله يرحمه. طب مات امتى؟ من 70 سنه. 70 سنه كان عندك 63 سنه ازاي؟ بكتير. انت هتقول عليا ولا ايه؟ تقول عليا؟ انا كنت حكايه بس ان انا كنت محافظ على صحتي. شوف رغم السن ده طول عمري محافظ على صحتي. اصحى الصبح اروح جاي الريق كده اروح ضرب علبتين سوبر، وبعدها بقى حتت ليا قد كده، وراها بقى بومبار وسجق ومحشي وكل اللي بيقابلني كنت باكله في قلب البيت. كنت فتنس. الله يرحمك يا فرومي، لو كنت عايش كنت وقعت فرام. ايوه امال ايه؟ وصوتي بقى صوتي لازم امرني كويس، لان كنت بعمل وجبات في قلب العزا بتاعت النسوات، النسوات لما كانت بتموت. اللي اصلي بصي التعديل ده، التعديل ده دي بلاصه، وانا صوتي كان حيان، كنت اخش على السوار من دول واروح راعي اللي بس ده يكون السوار، روح قال ملك بس عطت جد. بس انت بتحافظ صوتي؟ ما تحبيش صح؟ افرضي افرضي جدك مات، تعملي ايه؟ لازم تصوتي. صوتي كده، قولي كده. ايلي ويتي! صرخي صرخ يا لميس، هو ده التطهير اللي على اصوله. انت ايه يا طاطا؟ بني ادمه مخلوقه من طين زينا؟ ايلي ويتي! اللي معاوي يجرطي بقى. نفسك حلو يا بنت، تنفعي تغطسي وداها حلوة. طب بصي ايه؟ بصي بقى، ايوه لازم بقى تتدربي على 3 دول، زغرانتي وصوتي وروسي. ماشي؟ اصوت الاول ولا زغ؟ شوفي احسبيها زي ما انت عايزه. يا لهوتي! ايوه زغرانتي وعمل البيت. مش قادر. ايوه بلاش انت يا لميس، بلاش انت. لا 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 انا مش عايزه ارد. رد انت يا قطاطا. ده مين ده؟ ده بعد اذنك. الو مساء الخير يا هانم. بعد اذنك يا لموسة. ماشي. صدقني معايا. You have made me what I am and معايا؟ I am yours. مش كده يا My love. ألو؟ ألو؟ مين معايا؟ قطاطا هانم معايا. Who's speaking؟ أنا الدكتور إسماعيل جزرة. جزرة؟ صديق عباس وبشرف على علاج لميس. وأنا أنا قطاطا. عدو ولا جود لعباس وعبد البيت وبعليك برضه لميس. وجودك معاها هيرجع لحياتها البهجة والسرور اللي اتحرمت منهم سنين. بلاش الكلام ده بقى. انت قديم قوي، اسمك ايه؟ من زمان يا هانم، من زمن الحب العذري والعواطف الجياشة. انا حصل كده ان في كيميكا. ايوه بتكلمي مين؟ لا مفيش حد. بقول لك ايه؟ افرض احسن اختك الكبيرة جت. افرض 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 افرض. يا سلام يا قطاطا، رجعتيني تلميذ تاني. ايه
كنت بتكلمي مين يا خلبوسة؟ رجعت تعالي يا دكتور. صباح الخير يا روح قلبي. صباح الخير يا جدو. صباح الخير يا لميس يا حبيبتي. صباح الخير يا انكل. ازاي حضرتك؟ اتفرج بقى شوف شوف قول رايك يا دكتوره. بجد لميس رسوماتها بقت متطوره جدا. دي حاجه فخيمه خالص. فخيمه دي تبقى عباس هي حصلت انك تجيب سيره ست الوالده. يوه ما تطلع بره. حاضر 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 يلا يلا. وبعدين يا دكتور انت لازم تتصرف في المصيبه دي. لازم تتصرف فعلا. عندك حق يا عباس. انا بفكر اروح لخالتي واصالحها على امي. دول مهما كان اخوات يا راجل. يا راجل ايه؟ انا بتكلم على البيت. البيت اللي قطتها كانت دماغها بالشخصيه اللي بتحكي لها عنها. ده شيء ايجابي جدا. معنى كده ان الخطه ماشيه مظبوط. مشاعر البنت اللي كانت موجهه بالكامل لذكرى حادثه باباها ومامتها جزء منها تحول للاهتمام بشخص تاني. طب ده نسوا عربيه ولا دكتور؟ انا بتكلم على البنت. اما مشاعرها تروح مع الراجل ده انا ضامن ده مين؟ ده شخص في خيالها في رسوماتها. الله اعتبره حلم. حلم يا اخي. طب انا اطمني الشخصيه دي بتاخدها وتروح فين؟ بخرجوا الساعه كام؟ بيرجعوا الساعه كام من الحلم؟ ها عباس ما فكرتش تعرض نفسك على طبيب نفساني؟ انا اعرف واحد صديقي ممتاز. خالتك؟ طب انا مش قاعد لك. انا عندي شغل في العياده ورايح للمرضى بتوعي. يا مريض. جدو. عيون جدو. كنت عايزاك يعني كده في موضوع صغير. مريض يا حبيبتي. حاجة بخصوص قطاطا. ايه دي قطاطا واللي عملوا قطاطا وبعدين حاجة بقى؟ مفيش حاجة يا جدو. يعني مالك متعصب كده ليه؟ أنا بس عايزاها يعني تفك عن نفسها شوية. الست دي غلبانة قوي على طول قاعدة معايا كده في الأوضة. يا حبيبتي تفك عن نفسها؟ دي مجرمة. تفك عن نفسها ازاي؟ أجيب لها عريس؟ ولا ألعب معاها كاند كراش؟ لا لا خالص. أنا ما أقصدش. أنا أقصد يعني إنها تخرج تشوف الشارع. أنا ممكن أخدها نلفلف شوية بالعربية وأرجعها تاني قبل ميعاد السجن. يا فرحة أمي بيا. اتفسحيها. دي مجرمة ومجرمة خطيرة كمان. قسما عظما لو جبت سيرتها لرجعها السجن على طول. على فكرة يا جدو الست دي مظلومة. لو أنت بتفهمي قوي السيرة دي مش عايزة أسمعها تاني. فاهمة؟ طيب أنا هقول لبابا وماما. بابا ماما. ألو إذا ده أول مرة أخرج وأقعد في عربية جنب الشباك. ربنا يستر يا قطاطا. ده انا مخرجاكي من ورا جدو. وحدي يا عم وحدي هنروح فين؟ يعني نلفلف شويه بالعربيه وخلاص. تعال نروح نجيب قهوه. قهوه؟ نجمه. نشرب قهوه فين؟ فين؟ اوديكي فين؟ تعال نروح عند كوسكا كافيه. كوسكا كافيه؟ ايوه كوسكا كافيه. طيب هنروح بس ناخد الحاجات تيك اواي. نجمه؟ ناخد تيك اواي يعني زي الدليفري كده. يعني هنشرب قهوه في الاخر؟ ايوه هنشرب قهوه. خلاص بقى هنشرب قهوه خلاص. صدقتها ناخدها في الوريد. طب بقول لك ايه يا قطاطا؟ ماشي. ما تحكي لي كده شويه في الحدوته على ما نوصل كوسكي كافيه. حدوته ايه؟ هيكون ايه يعني غير الليمبي؟ حبيبي اهو. فين؟ اهو جاي هناك راكب مكنه الاسبريسو. فزاي؟ فازاي انتوا تسمحوا لنفسكم اللي يحصل كده معاكم؟ اخش عليكم ادعكم مربطين من ايديكم وداخلين تتشنقوا زي المواشي. لا لا وليه؟ يعني لا وليه الاثنين في نفس واحد؟ لا وليه؟ ليه؟ هل انتم حلوانات؟ هل انتم بكر؟ هل انتم جنوس؟
لا طبعا لا، انتوا انسان، انتوا واحد انسان عظيم فلاح كلب خرصيص فلاحين. انتوا ايه؟ فلاحين. طب انا هسألكوا سؤال. افرض ان الظروف ما سمحتش انه اللمبي يبقى الزعيم بتاعكوا، بلاش دي. افرضوا ان انا النهارده ما رشحتش نفسي للانتخابات بتاعت الرئاسه، كنت هتعملوا ايه؟ انتوا كنتوا هتعملوا ايه؟ كنا هنعمل ايه؟ انا اقول لكم انتوا كنتوا هتعملوا ايه؟ ولا حاجه، لان انتوا منتظرين الزعيم اللي يجوا ينتشلكم من قلب الكنيف. لكن لا 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 ولا الاثنين برضك مع بعض، اوعوا تنتظروا الزعيم اللي يجوا يطلعكم من الكنيف، انتوا اخرجوا من نفسكم بالكنيف. ايوه عنده حق، كلامك حلو. يا سلام يا سلام على العلم والنور يا جدعان. امال ايه؟ العلم والمنطق بيرمي فلقسته علينا. فلقسته ايه؟ فلقسته ايه؟ فلقسوف يا جاهل، ده زعيم وفلقسوف. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. عاش الزعيم الفلقسوف الفلاح. طلعنا من الكنيف يا زعيم. طلعنا من الكنيف يا زعيم. اخواني ايه؟ ايوه احنا كنا بنتكلم في ايه؟ ايوه صح، احنا كنا بنقول ايه؟ زهينا من الكلام واللت والعجن دي كلاته، احنا اللي بنبات فيه بنسبح فيه. طب تصدق بالله يا سيدي الاستاذ لمبي؟ لا 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 لا، حكايه المشانق دي جات لنا على الطبطاق. ايوه قولي ليه؟ لانهم لو ما كانوش هم هيشنقوني كنا احنا شنقنا نفسينا. ايوه على قولك، عشان نبقى طلعنا من جهنم في الدنيا نروح نتشوي في جهنم تاني في الاخره. استغفر الله العظيم يا رب. 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 والله ما يرضى بيا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هو مين الراجل ده؟ ده العمده. بيشتغل ايه؟ عمده بلدنا. بياخد مرتب كويس ولا ايه؟ ما انت عارف يا لمبي انه نهب خير البلد كلتها. خش اعمل لك شعبيه. اتفضل يا حضره العمده. اهلا وسهلا. اتفضل يا عمده. اتفضل. منور يا زعيم. منور. الله يخليك. ده ابنك ده؟ لا ده شيخ البلد. ما شاء الله كبر. ما شاء الله. اه طبعا. حبيبنا عمدتنا. الليله. ايوه. ليلتك بقى. الدبايح والرقص والمغنى. واني هقوم باللازم بنفسي. ربنا يخليك يا عمدتنا. بيت كرم بقى ولا ايه؟ بالك انت؟ ايوه. اني اول ما شفتك بالهدمه دي قلت الجدع ده يا اما ولي من اولياء الله. الحمد لله. يا اما اراجوز. يا اما زعيم. ايوه انا زعيم، بس خليها في سرك يعني. وانتوا كلكم يا اخوانا معزومين الليله عندي علشان عيون الزعيم. يا سلام يا اولاد، الفرحه حلوه. ايوه ادعوا له العين ده، ادعوا له. يخرب بيت ابوه. احنا ندعوا له. يخرب بيت ابوه. يا سلام، شايف محبه الناس يا عمده؟ ايوه يا شيخنا، هو انا عايش الا بمحبه الناس؟ ربنا يديمها عليك نعمه يا رب. يلا سلام عليكم. سلام يا رب. سلام عليكم. سلام. ادعوا له ادعوا له. يخرب بيت ابوه. ادعوا له ادعوا له. يخرب بيت ابوه. واحنا كنا قاعدين ليه؟ انت قول يا زعيمني واحنا كلنا وراك. ايوه بس خلاص بقى كده بقى، مش عايزه كلام. احنا تعبنا من الكلام، فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا. نهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هنهتف هنهتف بكل اللغات. هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 انتوا ايه؟ ما
عيني مالهاش كلام. وده اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه؟ حيوانات. يبقى انتوا حيوانات. حيوانات لا ومش كده وبس. تحس ان انت جلوط وانت في قلب كده. لازم نبقى مهزئين. عشان طين بلدنا يتحط على دماغنا. ما فيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. صح كده؟ ممكن ما تستناش كزعيم كزعيم ان هو يجيلكم ويسيبكم من قلب الجلوط اللي ما يصحش طبعا. يلا بنت اجرمش. لا لا عايز ايه يا بنت؟ اني فتحي. ايه ده فتحي؟ طب مش كده؟ طب قلت اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر. عايز اطور من الطينه. ايوه ايوه اطور من الطينه. احنا مستنيين. والله زعيم. ايوه يلا يلا. وعهد الله زعيم. ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس في التهذيب. الله يكرمك. بس مع الف سلامه. تعالى يا بنت. ايه عايز ايه؟ خد يا سلبي الحاجات دي. سلبي والحاجات ايه ده؟ ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي. جاموسه؟ ده ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه؟ دي طاقيه. ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول؟ تعمل بيهم ايه؟ طب ده انت لازبا ولابد تتغندر وتبنجي. ده باهل البلد كلمه اشحال ابا كانتش الهاسه والفرحه دي معبوله مخصوص عشانك انت يا زعبدي. زعبدي؟ ايوه ابا ليه زعبدي. وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده. فهمتني؟ ايوه فهمتك صحيح. وراء كل رجل عظيم لحنية. الله قولي يا سلبي. ايوه. هي ايه اللحبية دي؟ عمال تقولي لحبية لحبية شكلك متعكسني. يا بنت هو انا شادي بك اللحنية بتاعتك. سابع؟ سابع ليه؟ سابع؟ سابع ايه؟ سبعت؟ ايوه سابع. سابع ايه بقى؟ سبعت الناس فرحانة بيك قد ايه؟ رأس وبغنى وبزيكي. ايوه احنا نقعد نزغط بالظبط. طبعا هوا بقى وهو وترت ترت هوبا ايرتي. طب انا البس الحاجات دي فين؟ البنت العبيط البنت دي ولا ايه؟ بقول لك انا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى اعمل اراجوز. ايه ده؟ البطل؟ ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك؟ يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا راس احرسنا. ايوه يا راس احرسنا. أيوة. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. أيوة. اهلا بالزعيم. الله يخليك. بقول لك وحياه ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير الهدوم دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار العم دي غير هناك. لا 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 عم لا انا عايز حته ثانيه مكنفه كده جداريه. عينيا يا زعيم احنا فيك الساعه فيه الغرفه بتاعه الغفير هناك. بس هي مش من مقامك يا زعيم. مش من مقامك. انا هخش اكل. انا هخش اغير ال كده. لا لا مش من مقام. يلا يلا. لا زعيم الا انت يا عم. يلا بقى. لا زعيم الا انت. عندي بدل تسقيل قوي. عندنا حبايبنا يا بطل. حبايبنا 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 حبيب البلد كلها. وانا حبيب البلد دي كلها والله. يخليك يا بطل. يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي بلى الدوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغلي العينينا دي؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ اتفضل اتفضل. طب الخدمة الشريفة. البطل ده ما يقعد الا جنب انا. بعد اذنك يا عبد الله. حبايبنا بقى. على شيلك تاني. صبريه يا اخوي صبريه. واحنا يعني مش قد معاهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثة ما يقعد الا فيه حامل. قول يا بطل. يا حبيبي. قول يا مشرفنا. والله والله البطل ده ما يقعد الا فيه حامل. ايوه انت مش وش كده. علي تعالي كلام ضبطه. طب عليا الطلاق بالثلاثه. لاك في ريحاني
تعالى يا لمبي. أبو النبي ريحك أخف من ريحة اللي هنا. أنا خليك يا ساعدني كفاية. أنا خليك مش كده. أنا جنبي وجنب المأمور. تعالى المأمور الباشا. جناب المأمور اتفضل. ده ظابط جديد؟ قديم قديم كبير. أهلا وسهلا. اتفضل يا عندك. اتفضل نور يا زعيم يا بطل. الله يسعدك الله يخليك يا رب. البيض يا بنت البيض يا بنت البيض والذبايح والهبر والطعمية. انا ما بحبش العجة يا عمدة. احنا نذبح لك نعام. نعام الله يربينا نعم عليك. فين الزمر وفين التمر؟ انا ما بحبش التمر. انا احبش التمر. لا 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 مش التمر الطبل. ما بحبش التمر انا ما بحبش. النطعه بتقول ايه شكلها كده ايه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو بين اللي بيني. ايوه الرقص والمزاج والسهرانه. دوري يا مسيكي. انت بص انت العلاقه في وسط النواش اللي واقفه دي دايم كل دول قاعدين خلي بالك. يا عسل ضمت فيك وكمان ناوي على البيت اللي زي لحظه القشطه دي. لا كل اللي فتحيه تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني. عسل والله طلعت عايز اشوفك بعد الكنيف. تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف. مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا وليه؟ فزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمري. ايه؟ هي مين دي اللي حلوه يعني؟ الليله الليلة يا عمدي. ايوه ايوه الليلة. الله يحزك يا ما تدري ما تروح تشوف الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمدي. يا اهلا 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 يا زعيم. اهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. والنبي زعيمكو يعني عايز اعمل بيبي. يعني ايه بيبي يا زعيم؟ ايه يعني ايه بيبي يا زعيم؟ بيبي يعني انا عايز اروح
عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف؟ يعني انتوا بتعملوا بيبي. وصلت وصلت. عرفت دي؟ عايز اعمل الحمام يعني حمام. أيوة. يا أيوة. فتحيه يا ستي فتحيه. انت يا بنت يا فتحيه وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام. ها ايوه انا الزعيم. الزعيم رايح الكنيف. الزعيم حيخش الكنيف. اتفضل. بعد اذنك يا رجاله. اتفضل يا زعيم. وادي علوان. امر يا عمده. هريسه متامن يا ولد. امان الامان يا عمده. حط في بطنك بطيخه صيفي. طب غرجتك ده يا فم. منور يا جناب المأمور. أمال يا حضرة العمدة، هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور؟ دول قولي الأمر برضو، قولي الأمر. ايوه ايوه يا شيخنا. لحنية فتحية. أنا أطلع لهريسة ازاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانة. دبانة؟ دبانة في كتفي هيسرقوها. دبانة إيه يا سليب؟ الديانة الديانة بتربصين له في كل حتة. خليك بستحرص. أيوة هغني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك أنت سلب منه. السلب أهو. أه ده اللي جنبه ده. هتطلع في بين. في شبال. في بين تاني. في شبال. في فوق. في تحت. في بطلة. في بين. في شبال. فوق. يلا 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 ي